مساء الخير. اليوم تنطلق المرحلة التاسعة، المرحلة الأخيرة من ذهاب ستيبس بطولة لبنان لكرة السلة بمباراة رح تجمع فريقي هومنتمن وفريق ان اس اي. هومنتمن قال بعده عم يتنافس على المركز الرابع بشكل شرس جدا هو وفريق الشاوفيل، بينما ان اس اي عم يفتش على ثاني انتصار له بالموسم. ووحدة من الأمور يلي مهم نذكرها قبل انطلاق المباراة انه ان اس اي بيلعب بنظام ثلاث أجانب، بينما فريق هومنتمن بيلعب بنظام التو بلس 1، واليوم البلس 1 كمان ما عنده اياه بعد ما استغنى عن رافائيل بوتني. وهون رح بلش مع جيما نوكيان. يعني كيفك غياس؟ حظنا حلو عم نستفيد منك هالكم يوم. انا حظي الحلو انه عم بقدر اكون بلبنان لاحضر الماتش. ليه اليوم بلبنان؟ لا تحضر الماتش ولا عندك شغل؟ لا، اول شيء جيت لعيد مع عائلتي اكيد، واكيد عندي حفلات راس السنه رح احضرهم. ثانك يو. كيف الحفلات؟ والله فيري جود. رح كون بكازينو لبنان وبالاوسيال. رح ننقلها وان هلا. رح ايه هلا ايه عرفنا وان. اكيد اليوم يعني عم تواجهوا فريق بثلاث اجانب، انتم حتى مش تو بلس 1، حتى تو اليوم انتم البلس 1. بس اليوم اخر ماتش بنكون تو. بنحب نبشر جمهور نادي الهومنتمن انه ايلاي هولمان يلي النوادي اللبنانيه بيعرفوه منيح، لعب مع الرياضه 2015. نعم، يلي لعب كثير مع الرياضه. اليوم صار مع نادي الهومنتمن، وقعته رسميا يعني؟ وقعنا معه رسميا، راح يكون معنا هون. بحب اشكر الايجنتس مارفن وجد وجاد سعد اللي عملوا شغل كثير كبير لهذا الماضي. كيف بتكون بلبنان؟ يعني بهالكم نهار القريبين. يعني راح يبلش الرتور؟ اكيد اكيد. جمهور الهومنتمن انه الفريق ديجا، انا يعني بعتقد انه الفريق از نوت دوينج باد، يعني بين انه عنده. هلا بعدك عم تنافس على المركز الرابع انت وفريق الشوفيل. ان شاء الله. هلا بالنهايه كيف ما قلت لك، نحن هدفنا انه هالسنه اكيد نفوت على الفاينل فور، بس كمان هدفنا هو انه نبسط الجمهور الحلو يلي شو ما كان نهار شو ما كانت الساعه. سؤالك سبق كثير، مين حابب تواجه بالفاينل فور اذا بقيت هلا مثل ما خلينا هلا ليك، خلينا نوصل على الفاينل فور، لانه بدي شيء منك هيك حلو. لا ليك، ما بدك، بدي اكون واقعي، لانه بالفاينل 8 انت رح تواجه فرق معها ثلاث اجانب، يعني ما فيك تعمل شيء. سو بدنا ناخذ صوره، بدك ما تواخذني. ميري كريسمس للكل. ميري كريسمس لك كمان، خلي لك عائلتك. رح يعني هيدي اجواء المباراه بشكل سريع، ما عندنا وقت، رح ننطلق رح نشوف التشكيلات الاساسيه يلي اختارها المدربين. اذا عم نشوف تشكيله فريق هومنتمن في مثال جد خليل، وولتر هوتش، جيرار حديد، يا ودوين جاكسون. هي التشكيله الكلاسيكيه اللي عم يعتمدها بشكل كثير المدرب جون جاعص مؤخرا، بينما عم نشوف فريق ان اس اي عم يعتمد على جوي زلعوم، براين هيلمز، هشام الحلو، كالفن جودفري، وديريك نيوتن، ثلاث اجانب مع ثنائي لبناني عندهم خبره بالفورس ديفيجن اللي هن جوي وهشام الحلو. اذا عم هون عم ياخذوا صوره تذكاريه فريق هومنتمن مع جمهورهم. قبل ما ننطلق بالجيم اللي رح يقود الحكام الثلاثه زياد طنوس، بولس ايم، وربيع المصري، هن حكام المباراه الثلاثه. اذا صوره تذكاريه لفريق هومنتمن مع ادارته، لجنه كره السله بنادي هومنتمن وجمهور هومنتمن. قبل ما ننطلق بالجيم، اذا هيدي انطلاق المرحله الاخيره من ذهاب ستيبس بطولة لبنان لكرة السلة. امبارح كنا عشنا نحن وياكم المباراة بالمرحلة الثانية، المباراة الأخيرة اللي قدر فيها فريق الحكمة يحسم لقب بطل الذهاب قبل ما يفوت مباراة الدوربي مع فريق الرياضي بيروت يوم الأربعاء المقبل. الكل عم يسألني شو يعني بطل الذهاب؟ بطل الذهاب مش أنا اخترعته، هذا موجود طبعا بكل العالم، في ذهاب وإياب، ومن بعدها أكيد في بطولة رسمية لحدا بفوز باللقب. عم نشوف هون إذا ماني غلطان لاعب سبق ولعب بفريق هومنتمن، إذا ماني غلطان بريدج فورس اسمه، عم نشوفه على المدرجات موجود، لعب بعض المباريات القليلة مع فريق هومنتمن سابقا. إذا تشكيلة الفريقين صاروا على أرض الملعب، حكام الثلاثة كمان صاروا جاهزين، يعني مباراة متوقعة يكون فيها الكثير من الاستعراض. إذا خاصة إنه الفريقين عندهم لاعبين أجانب بحبوا كثير الاستعراض، لنشوف اليوم كيف رح تكون المواجهة على أرض الملعب. مرتين التقوا الفريقين بتاريخ لقائاتهم، كل فريق ربح مره على ارضه.
ب 28/2/2022 ان اس اي ربح بمجمع فؤاد شهاب على هومنتمن السنه الماضيه 82/72 وقدر فريق هومنتمن يفوز على ارضه بفارق 95/85. النشيد الوطني اللبناني افتتاحا. المباراة بين الفريقين بكرة، بدي أذكركم وكل جمهور كرة السلة اللبنانية على موعد بمباراة مهمة بين الرياض اللبناني بطل لبنان بمواجهة الشرطة العراقي بمدينة بغداد العراقية. الشرطة يلي بيقودوا المدرب اللبناني الخبير المدرب غسان سركيس. بكرة مواجهة حلوة كثير رح نعيشها على شاشة ام تي في. المباراة الساعة 6 الا ربع جون بول، طبعا نحن بنكون نحن وياكم على الهواء تقريبا الساعة 6 الا ثلث. تابعونا بكرة، وهلا بنروح لتركيز على ستيب بطولة لبنان لكرة السلة، انطلاق المرحلة الأخيرة من ذهاب البطولة. ديريك نيوتن عم يطلع الطابة لبرا للزلعوم، الجوي برد له اياها لديريك نيوتن اللي بيخترع حلوة الفلوتر ما بينجح. الريباوند هجومي لصالح هشام، هشام الحلو بلم الاوفنسيف ريباوند. كالفن جودفري عم يجرب يلعب على جيرار، بفضيه لديريك نيوتن، نيوتن بفضيه بدوره لجوي زلعوم. طابة تبقى لصالح فريق ان اس اي مع هشام الحلو، بياخذ تسديد الصعبة بسجل، بسجل الحلو اولى نقاط المباراة. يعني اعشار من الثانية كاد يضيع لو ما سدد، كان وقع بالكلوك فايوليشن. كثير برمت الطابة عن فريق ان اس اي في محل كان في اكسترا باس، بس بالاخر قدروا يسجلوا ويعطوا تقدم اول لفريقهم. جاد خليل يعطي والتر هادج، والتر بمر لجيرار، حلوة كثير، حلوة كثير البيكنترول والايرون مان، بسجل اولى نقاط فريقه بالجيم بتمريرة من والتر هادج. تعادل الفريقين، جيمي عم يدافع على هشام الحلو، جاد معه براين هيلن في الديفنس، كالفن جودفري عم يعطي ديريك نيوتن، بعد عنده ثانية بياخذ تسديدة صعبة، هالمرة ما بتنجح المحاولة، الريباوند لوالتر هادج. طابة لمين؟ تبقى كمان لصالح جيمي سالم، تبقى البوزيشن لصالح فريق هومنتمن. كمان دي جي أكثر لاعب مسجل 3 بوينتس بسنبس بطولة لبنان 23 3 بوينت. جاد بمر لوالتر هادج بياخذ التسديدة الثلاثية، الريباوند لمين؟ الريباوند لصالح دوين جاكسون، بيخطف الطابة من تحت السلة وبسجل أولى نقاطه بالمباراة. فريترو كمان عم يسجلها دوين جاكسون، نقطته الثالثة بالجيم بمباراة هوبس. والحكم الفائز بمسابقة توترز هو نيكولاس صعب، والفائز بالعبد الله بريدكشنز حسين حريري. إذا حسين حريري الفائز بعبد الله بريدكشن بمسابقة توترز، نيكولاس صعب. كمان تسديدة صعبة ما بتنجح، الريباوند لصالح جيرار حديديان. الطابة عم تنتقل بتوصل لوالتر هادج، هادج خطأ لصالح والتر، خطأ لصالح والتر هادج. الخطأ الأول على الحلو. الفريتو الأولي بسجلها والتر.
فريقه. وولتر كمان مسجل 2-2. تعادل خمسة لصالح فريق عمان من أول دقيقتين ونص. الجو زلعوم. وصلها لبراين هيلمز. هون في تورن اوفر كمان على فريق ان اس اي من براين. هذا اول تورن اوفر والبلوك شوت من كالفن جودفري. بلم الريباوند لهشام الحلو. هشام بروح اول ذا واي بمر لديريك نيوتن. ديريك بيعمل فيك ميد رينج شوت. بيسجل ديريك. بيسجل ديريك نيوتن. حلو كثير الفيك اللي عملها على دوين جاكسون. بيسجل اولى نقاط أولى نقاطه بالجيم دي جي لشاط خليل. دوين جاكسون بيعكس الطابة. جيرار تحت السلة. دوين جاكسون بضيع المحاولة. غريبة كيف ضيعها، غريبة كيف ضيعها اللاعب دوين جاكسون تحت السلة. براين هيلمز لجهة جوي زلقوم. أتستيدي الثلاثية ما بتنجح. الريباوند لمين؟ كمان لصالح دوين جاكسون يلي بيطلع الباس بريك. سريع سريع دوين توصل لجيمي سالم تحت السلة. بسجل جيمي. بسجل أولى نقاطه بالجيم وبيرجع بيطلع الفرق لخمسة أمام حماس جمهور فريقه. براين معه جاد خليل. براين بنزل له الطابة لكالفن جودفري. كمان تورن اوفر جديد. فاست بريك دوين جاكسون. ديريك نيوتن بترانزيشن ديفنس بيقطع الطابة. جوي زلعوم 2-2 بالفاست بريك. هشام الحلو بيكسر الطابة. الطابة بتروح لدوين جاكسون وبسهولة الايرون مان بسجل بسهولة نقطة الرابعة من الجيم بتمريرة من دي جي. ضيعوا فاست بريك، ردوا بفاست بريك فريقهم. ادمن عندهم فاست بريك هينة لاعبين فريق ان اس اي ما قدروا يستفيدوا منها. الفلوتر كمان بلوك شوت عم يكون من فريق هومنتمن. جيمي سالم شوفوا سرعة فريق هومنتمن والبوزيشن بتروح لصالح ان اس اي. بالعادة عم تشوف هون البلوك شوت اللي عمله دي جي. فريق هومنتمن هو أكثر فريق بيعمل بلوك شوتس بالليج. كالفن قابل وصل لديريك نيوتن. تستيد الثلاثية كمان ما بتنجح. الريباوند كالفن جودفري تحت السلة عم بيطلع الطابة لبرا عند ديريك نيوتن بفضيلة هشام الحلو. المحاولة الثلاثية ناجحة للحلو. نقطته الخامسة لهشام الحلو. نزل فيها الفارق لأربع نقاط. جيرار جيمي سالم كمان لدي جي. بعد عنده ست ثواني دوين جاكسون. دي جي بمر لوالتر هاج. تسديده ثلاثيه ما بتنجح. جوي زلعون بلم الديفنسيف ريباوند. سريع جوي بالفاست بريك بيعطي براين هيلم. الطابه بتطلع لبرا لديريك نيوتن. غريب عم يوصلوا تحت السله عم يطلعوا الطابات كلها لبرا لبرا وكانه بتحسوا في تردد عند لاعبي ان اس اي يلعبوا تحت السله علما انه بفريق هومنتمن ما في يعني ريم بروتكتر. ما في مسار رافائيل قطني موجود لحتى يقدر يوقفهم بالبلوك شوت. شوفوا كيف دائما الباس عم يكون لبرا. يعني هون ديريك نيوتن كان في يلعب مثلا على جيرار حديديا. براين هيلم يعطي ديريك نيوتن بسدد عن الارك ما بيسجل. المحاوله كالفن جودفري عم يلم الاوفنسيف ريموند. كالفن تبقى لصالح فريق ان اس اي مش لفتره طويله. جاكسون بلم الديفنسيف ريموند ما اضاع كالفن تحت السله. جاد خليل بي جي بسدد عن الارك ما بيسجل. دوين جاكسون براين هيلمز على الديفنسيف ريباوند. بعد ما شفنا شيء منه لبراين والبلوك شوت. دوين عم يعمل البلوك شوت على كالفن جودفري. شفنا هلا وعرفنا ليه عم يكون في تردد عند لاعبين فريق ان اس اي باللعب تحت السله. ما البلوك شوت عمله دي جي
جاد خليل كمان ما بينجح. الريباوند لمين؟ الريباوند لمين؟ البوزيشن رح تروح لصالح فريق ان اس اي تيم ديفنسيف ريباوند. شوفوا مال بلوك قدر يعملوا دي جي على كالفن. نومي زلعون ناطر والتر هاج بالديفنس. المان كمانج اللي عم يلعبها المدرب جون جاز. هشام بياخذ تسديده ثلاثيه ما بتنجح. كالفن بلم الاوفنسيف ريباوند وهون في خطا، في خطا لصالح كالفن غاطفري. هيدا ثالث ريباوند او رابع ريباوند لكالفن. بسجل الفري ثرو الاول لكالفن، اولى نقاطه بالجيم. لاعب عنده 68% برسنتج على الفري ثرو. عم يسجل ما بيسجل المحاوله الثانيه. دوين جاكسون على الديفنسيف ريباوند. واحده من اثنين اذا لكالفن غودفري. فريق ان اس اي هو افضل فريق بالفري ثرو بالليج. جاد خليل. جاد. والتر هاج حلو كثير الدرايف على السله بضيع والتر بطلع الطابه لبرا لدي جي. المحاوله الثلاثيه ناجحه. 24 3 بوينت بالليج الاولى لاله بالجيم. بطلع الفرق سريعا للست نقط. اللاعب دوين جاكسون. ديريك نيوتن كمان ما بينجح بالمحاوله. دوين جاكسون شو عم يشتغل؟ شو عم يشتغل بارض الملعب؟ بلم هو كمان الريباوند. عم يكون اللاعب الاخطر بفريقه. عم يعمل شغل كثير كبير دوين جاكسون بهالموسم. الطابة عم توصل لجيمي سالم بضيع جيمي. هشام الحلو كمان ريباوند دفاعي. جوي زلعوم بيطلع بالطابة. جوي كالفن غودفري ما بينجح بالتسجيل. والتر هاج على الريباوند كمان. دوين جاكسون. دوين عم يطلع الطابة لجاد خليل. محاولة ثلاثية ما بتنجح. براين هيلم بيكسر الطابة كمان. براين بيكسر الطابة. براين هيلم. جيمي سالم بيسرق الطابة وبيسجل. بيطلع الفارق لثمان نقط أمام فرحة فريق جمهور هومنتمن. تايم أوت المدرب جورج كوري. ثلاث ستيلز لهلا لفريق هومنتون. اثنين منهم لوالتر هاج. والتر هاج يلي بالليك صار ثاني افضل ستيلر بعد علي مزهر. هيدا واحد من الستيلز يلي عملهم اليوم بهالجيم يلي من وراء قدروا سجلوا ايزي بوينتس عبر جيرار حديديا. فريقين على ارض ملعب بعد التايم اوت. متبقى دقيقة ونص لنهاية الكوارتر الأول. جوي. جوي زلعوم. براشر براشر على جوي. ديريك نيوتن بنزل الطابة لكالفن غودفري. حلوة كثير الهاي لو يلي لعبها ديريك لكالفن. الأخير بسجل نقطته الثالثة بالجيم. يعني عندهم فرق بالسايز. دوين كمان ما بينجح. ديريك نيوتن بيعمل الريباوند. شوفوا كيف ضبوا بسرعة عليه ليجربوا يجبروه بتر اوفر. براين هيلمز. براين حلوة التمريرة. حلوة التمريرة من براين. وكالفن غودفري عم يسجل نقطته الخامسة حاليا بالجيم.
اربع نقط على التوالي لصالح فريق ان اس اي بعد التايم اوت. عم يلعبوا دفاع منطقه اذا ماني غلطان 1 3 1. هلا بنرجع بنراقبه اكثر للديفنس. 1 3 1 عم يلعبوا، ديريك عم يكون ورا، جوي قدام، دوين جاكسون ما بينجح، الريباوند لصالح ديريك نيوتن. جوي بمرر لديريك، ديريك حلوه كثير كروس اوفر، بيوصل على السله ما بيسجل ديريك، مين بلم الريباوند؟ كالفن خاطئ لصالح كالفن دوت فري، صار عامل اربع اوفنسيف ريباوند على فريق ان اس اي كالفن دوت فري. شوفوا بالاعاده كيف يعني هون ما قدر يسجل، بس كالفن دائما عم يكون حاضر تحت السله ليلم الريباوند. وما بدنا ننسى انه فريق هومنتون عم يلعب من دون لاعب ارتكاز اجنبي، لانه البلس 1 مثل ما قال جيمان اوكيو بانطلاقه الجيم وقع معه رسميا من ساعات قليله اللي هو ايلايجا هولمان. جودفري بسجل التيم 2، نقطه السابعه بالجيم، الفرق عم ينزل لنقطتين، اقل من نص الدقيقة لنهاية الكوارتر الأول. جاري واحد من اللاعبين عم يكونوا عندهم فعالية عالية بسكورينج، هلا بنخبركم عنه لجاري، مش بس بالثري بوينتس، فعاليته كثير عالية عم تكون بالتسديد وبالتسجيل. والتر هوج بيخترق، حلوة كثير، حلوة كثير بإيده الشمال والتر. بسجل النقطة الرابعة، آخر ثانية، جوي زلعوم ما بينجح بالمحاولة البعيدة لينتهي الربع الأول بتقدم فريق هومنتمن على فريق ان اس اي بفارق أربع نقط. مشاهدي ام تي في واس بي اي، النتيجة 18-14. الربع الاول يلي انتهى بتقدم اربع لصالح هومنتمن. كنت عم بحكي عن جاري اللي عم تشوفه حاليا على السكرين، جاري شيفيشيان يلي بالاوفنسيف ريتنج حاليا بالليج هو ثالث افضل لاعب عنده ريتنج بالاوفنس بعد كيكانوفيتش، اسماعيل احمد، جاري، والرابع هو جيرار حديديا. يعني هول اللاعبين بفريق هومنتمن عم بيكون عندهم ريتنج عالي بالاوفنس، بينما جافيون بليك اللي واحد من افضل سكوررز بالليج لاعب فريق الماريست شانفيل بالمركز الخامس. انطلاقه الكوارتر الثاني، والتر هانج يعطي جاري، يعني بس لعبوا دفاع منطقه دغري استعان بجاري المدرب جون جاعس. تبقى البوزيشن لصالح فريق هومنتمن مع 13 ثانيه اوت اوف باوندز. والتر هوج عم يمرر لدوين جاكسون، بيخسر الطابه دوين، فاست بريك، هشام الحلو بيطلع له الطابه لجوي زلعوم، حلو كثير الفينش يا جوي، اولى نقاطه لزلعوم بالجيم، نزل الفارق سريعا لنقطتين. جاري ممكن يسدد، هذا الشيء اللي بيعمله، بيسدد ما بيسجل، الزلعوم على الريباوند كمان، فرصة لفريق ان اس اي يعدل او يتقدم. رايان هيلمز عم ينبش على التمريرة، الزلعوم من جديد، بيعطيها لكالفن جودفري، كالفن لديريك نيوتن، ميد رينج شوت ما بيسجل، والريباوند لدوين جاكسون، سادس ريباوند لدوين جاكسون. والتر بمرر لجاد خليل، طيب بتوصل لجاري، جاري من جديد لجاد، بحاول يقطع على البيس لاين. بتبقى لصالح فريق هومنتمن مع 15 سكند. عم شوف مايك حديد على ارض الملعب،
كمان واحد من اللاعبين يلي بيمتازوا بالتسديد البعيد، عم يلعب بدلا من هشام الحلو على ارض الملعب. فريق هومنت من يلي عمل مباريات كبيره بهالموسم، اكيد ابرزها فوزه على الرياضه بقاعد سقف سليم بالمناره، وهون خسارته الصعبه امام فريق بيروت. دوين بضيع المحاوله، ديريك نيوتن على الريباوند، الطابة بتوصل لبراين، براين هيلمز، براين عم يخترق. حكم عم يقول هون ما بعرف حسبها بتوين، هلا بتاكد عمل حركة بتوين، لأنه بتصور يمكن في حدا من اللاعبين لقط الطابة بإيده بفريق هومنت. هلا بنشوف، شوفوا براين، إيه مظبوط، والتر هودج، طابة عم توصل لجوي. جوي زلعوم يخترق، بمر لمايك حداد، بياخذ التسديدة على الثلاثية، قلت لكم خاطر من المسافة البعيدة، من الأتمت الأولي مايك حداد بسجل وبنجح له التمريرة لجوي زلعوم ليعطي تقدم لفريق ان اس اي بفارق نقطة. جاد خليل يوصل على السلة، بسجل الخليل، بسجل بسجل أولى نقاط جاد بالجيم. هوبرت بيتقدم من جديد، جوي زلعوم عم يخترق، جوي بطلع الطابة لبرا، كمان عند مايك، براين هيلمز بركب له البيك، كالفن دوتري بيلعب معه البيك اند رول، دافعوا عليها كثير منيح، والتر هاتش بيسرق الطابة، بيطلع بالطابة، شوفوا سرعته لوالتر هاتش، بمر لجيرار حديد، يا تحت السلة ما بيسجل جيرار، مايك حديد كمان على الريباوند، بلشت المباراة تصير أسرع أكثر، مايك كمان بياخذ تسديدة، هالمرة ما بيسجل الحداد، الريباوند رقم 7 لدوين جاكسون، 7 ريباوند لدوين، بعدنا بأول 12 دقيقة بالجيم. جاد خليل لبرا عن جاري، جاري كمان ما بينجح، الريباوند لكالفن جودفري، جوي زلعوم بمر لدارك نيوتن، هالمرة بيسجل دارك، هالمرة ما بيتردد أمام دوين جاكسون، النقطة الرابعة للاعب دارك نيوتن، تقدم نقطة لفريق ان اس اي من جديد. جاري لبرا عن جيرار، تسديدة ثلاثية ما بيسجل جيرار، جودفري كمان 7 ريباوند لكالفن جودفري، عم يتنافس على الريباوند هو ودوين جاكسون، ديريك نيوتن يعطي كالفن، براين هيلمز كثير يعني شايفينه اليوم بالجيم منه انفولف، بعد براين اخذ التسديدة، بعدني عم اقول منه انفولد، شو عم يسمعني؟ حاطط ايربودز بذينته. براين هيلمز بسجل اولى نقاطه بالجيم وبطلع الفرق لاربعه، بحط بريشر على المدرب جون جاعس يلي بيطلب تايم اوت. لاعبين لهلا مسجلين عن فريق ان اس اي، السكور عم يكون كثير مقسم، افضل سكورر بفريق ان اس اي هو كالفن جودفري بسبع نقط، بينما افضل سكورر بفريق هومنتون هو دي جي بست نقط معهم 7 ريباوند، جودفري 7 نقط مع 7 ريباوند، وجوي زلعوم لهلا عم يكون ممتاز بالتمرير، 3 اسيست لجوي لهلا بالجيم، زلعوم يلي بالليج هو بالمركز السادس ب 6.4 اسيست، بينما الليدر بالاسيست هو اللاعب علي مزر 11.6. مايكل صدق على ارض الملعب بال 1 3 1 يلي عم يلعبها المدرب جورج خوري، التسديده الثلاثيه بسجلها جاري، بسجل عن الارض، حاول اول مره ما ظبطت، الثانيه ناجحه لجاري،
خطر خطر جاري. ال 15 لإله بهالموسم. براين براين هيلم يلعب تحت السلة بسجل براين، بلش يلعب تحت السلة براين لأنه عنده ديتانت مخيفة. براين هيلم والتر هاج مجرب يخترق ليرد، خطأ من مايكل صدى. صار جاري وعزيز عبد المسيح أكثر لاعبين لبنانيين مسجلين 3 بوينتس، 15 لكل لاعب. جاري عنده فرصة هون يقطعه لعزيز عبد المسيح، بس عزيز بعد عنده مباراة بمرحلة الذهاب، رح تكون مباراة الديربي، المباراة الكبيرة يلي كل ناطرها الأربعاء المقبل، يلي التيكتس فيها خلصوا بعد ساعات قليلة من طرحهم للسوق. وهيدا بتصور بسجل وولتر، واحدة من اثنين. نقطة الخامسة لوولتر. جابرييل عجميا على أرض الملعب، من اللاعبين يلي بدافعوا كثير منيح، بيعمل يعني هاسلر بكل معنى الكلمة، عطيه مهمة دفاعية على براين هيلمز، بركب له البيك ديريك نيوتن بياخذ التسديدة. حلوة كثير كيف طلع من السكرين وسجل براين هيلمز، ثاني 3 بوينتس له بالجيم، بطلع الفرق. الرد من جاري شيفيشيان ما بتنجح، مايك حداد على الريباوند، بمرر للزلعوم. فريق الاسي عم يلعب بشكل افضل بكثير حاليا. جوي زلعوم، جوي بيخترق البيس لاين، عم ينمش على التمريره، بمرر لبراين هيلمز. براين بيك من مايكل صدع، ذكي كثير كان بالسكرين، ذكي كثير بالسكرين الثالثه لبراين. وين كان براين هيلمز بالدقائق الاولي بالمباراه؟ 11 نقطه لصفر براين، بتعطي التقدم لصالح الاسي بفرق 8 امام فريقهم. انت من وين؟ بملعب مزهر، الملعب الاصعب على كل الفرق. والتر هاج برد برد والتر هاج، وبقول له لبراين اذا انت سجلت ثلاثه هيدي الاولى عن الارك، وبلش عد معي. الفرق بينزل لخمسه سريعا بين الفريقين، خمسه دقائق لنهايه الكوارتر الثاني. براين هيلمز كمان كمان بيك من مايكل صدى. براين عم يسدد تحت الضغط، مايكل صدى بلم الريباوند. مايكل لمين بمرر للزلعوم؟ ديريك نيوتن لبرا لبراين، براين رح يسدد انا برايي، هيدا الشيء اللي عم يعمله بسدد. لا 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 براين هيلمز، اربعه ثري بوينتس لبراين هيلمز بالجيم. شو الملك؟ ممكن كثير تكون الملك يلي صار لفتره طويله ناطرين حدا يربح 1592 دولار، انت الملك عم يقرب منها براين. اربعه ثري بوينتس لبراين بيعمل الفرق 8. عشان ياه يخترق السلة، خطأ من مايكل صدقة، خطأ لصالح جابرييل عشان ياه. جابرييل 4 من 6 لهلا بستمس بطولة لبنان بنسبة 67%. بضيع المحاولة الأولى عجميا. كالفن جوتري على معدة التبديل، لعبوا لفترة قليلة بأجنبيين، عم يضيع كمان الثاني الريباوند، مايكل صدقة ثاني ريباوند له بالجيم. عم يقدر يساعد فريقه مايكل بسكرينز وبالريباوند. داري ديريك نيوتن بيخترق بيخترق السلة، خاطئ لصالح ديريك نيوتن، بلش يتحرك بشكل أفضل، شفتوا هالمرة عمل فيك فات على السلة، كان دايماً عم يتردد بالكوارتر الأول يوصل ويكب الطابة لبرا، هالمرة راح على السلة، قدر أخذ الخطأ، رح يكون عنده اثنين فري ثرو، واحد من أفضل يلي بسددوا على الفري ثرو بفريقه، مش بالليج طبعاً، بس يعد من اللاعبين الممتازين. 27 من 29 مسجل قبل هالمباراة، عنده برسنتج 93% بعلية حاليا بتجيله. المحاولة الأولى بنجاح، بسجل كمان 2 من 2 ديريك نيوتن، 6 نقط لديريك، الفارق 10، 4 دقايق و15 ثانية
لنهاية الكوارتر الثاني. والتر هاتش بمرر وين جاكسون مضيع ديريك نيوتن بكبه لقدام لعند مايك حداد. مايك عملها مش حل التمريرة يعطي ديريك نيوتن يلي بيختارها بضيع بضيع تحت السلة بطريقة غريبة عجيبة. جابرييل عجيم يوم بلم الريباوند الدفاعي كيف ضيع ديريك نيوتن المحاولة كمان بلم الريباوند محاولة وهون نقطتين عم يسجلهم براين هيلمز 16 نقطة عن جد مثل ما أجمد كأنه كيف هيك اللعبة بتكون مطفية بتكسولها هون بتدور دار براين هيلمز فجأة وعمل يلي عمله بالجيم. بس ما بدنا ننسى كمان دفاع المنطقة 1 3 1 يلي غير كل شيء لهلا بالمباراة. ريباوند دفاع جديد لصالح فريق ان اس اي. براين هيلمز بيلعب على السلة بياخذ الخطأ بياخذ الخطأ من دوين جاكسون ثاني فاول على دي جي. 12 نقطة الليد لصالح فريق ان اس اي. بالإعادة عم نشوف الفاول من دي جي. براين هيلمز هداف سنبس بطولة لبنان لكرة السلة، هو الأفضل بجيلا بالليج ب 27 نقطة فاصل اثنين معدل بالجيم الواحد، بسجل الفري ثرو الأولي بنجاح. عنده برسنتج 75%. وبدي اقول لكم معلومه ثانيه، صحيح هو هيدي السادس مباراه له بالليج، بس هو اكثر واحد مسجل فري ثرو لهلا بالبطوله لانه اكثر واحد بياخذ اخطاء. كمان مقطوعه من ديريك نيوتن مضيع تحت السله ديريك. والتر هاتش بيعمل الطابه بتروح لمين؟ لطانيوس حقيقي يلي بسجل بسجل الحقيقي 18 نقطه صار مسجل براين هيلم الحقيقي عم يسجل اول سله لانه بالجيم عم يغيروا دفاعهم لزون ديفنس. ديريك نيوتن بمر لمين؟ تورن اوفر على ديريك. والتر هاتش شوف ال 1 3 1 يلي عم تلعب من فريق ان اس اي اللي غيرت معالم الفريق معالم المباراه. جابرييل عجميان تسديده ثلاثيه الريباوند كمان لبراين هيلم يلي بيطلع بالطابه بشكل سريع بمرر لمين؟ دوين جاكسون بجرب يقطع الطابه. ديريك نيوتن بيسترجعها الطابه عم توصل لمايك حداد يلي بياخذ تسديده ثلاثيه ما بيسجل. دوين على الديفنسيف ريباوند سريعه المباراه المباراة سريعة جدا وجاري شيفيشيون بيسجل حاليا النقطة الخامسة. هلا جيم هلا جيم مين كان متوقع المباراة تكون بهالشكل حماسية بين الفريقين؟ قلت لكم بهيدي البطولة ما في شيء اسمه مفاجأة، هيدي البطولة ما حدا بيعرف كيف ممكن تنتهي فيها أي مباراة. ديريك نيوتن عم ينجح بالتسجيل من المسافة البعيدة. أول 3 بوينتس لديريك نيوتن بالمباراة الثامنة لأنه بهالموسم. عنده برسنتج 21% هيدي الأولى بس الثامنة بالموسم. بطلع الفريق ل 13 نقطة دقيقة و44 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني. نيوتن كمان على الريباوند الدفاعي ديريك. يعطي كالفن جودفري. براين هيلم عم يطلع بالوقت. جابرييل عشمياه هو اللي عم يدافع عليه. بمر لمايك حداد. ديريك بيطلب الطابه على اللوبوس. عم يجرب يلعب على جاري. ما بينجح يقطع. الطابه بتوصل لمين؟ لوالتر هاتش اللي بيخترق السله. بسجل والتر. خبره كبيره لوالتر هاتش. عارف انه فريقه بحاجه لاي نقطه. حاليا بالجيم بده يفوت على اللوكرز باقل فارق ممكن. تحرك والتر هاتش. عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط بسجل نقطه العشر بوقت براين هيلم. في ووكينج على براين. تورن اوفر على فريق ان اس اي. ثامن تورن اوفر على ان اس اي بالجيم. واضحه جدا ووكينج بالاعاده. براين عم يرتاح حاليا 7 من 17 عن الارك لفريق ان اس اي بنسبه 41%، 3 من 15 لهومنتن بنسبه 20%. والتر هاتش بمرر، طيب لمين بتوصل؟ بتوصل لدوين جاكسون. بسجل دي جي، بسجل نقطه الثامنه بتمريره ممتازه. الفارق نزل لتسع نقط، تسع نقط الفارق.
شو بيزلعوه؟ عم يطلع الطابه لديريك نيوتن، كالفن جودفري. لستيدي ثلاثية ما بتنجح من فريق ان اس اي بلم كمان كالفن كمان ما بينجح بالتسجيل. والتر هاج عم يمرر لجاري، جاري بيرجع بحاول يمرر لوالتر هاج مقطوعه بتردش الديفنس من كالفن جودفري. الثواني الاخيره ميدري شوت من اللاعب مايك حداد لينتهي الكوارتر الثاني بتقدم فريق ان اس اي على هومنتمن بنتيجه 35-44. تقدم 9 نقط لصالح ان اس اي اللي سجل 30 نقطه بالكوارتر الثاني مع تالق كبير للاعب براين هيلنز. ما بدنا ننسى كمان الديفنس يلي تغير من قبل فريق ان اس اي مع المدرب جورج خوري، ال 1-3-1 يلي ساعدت كثير فريق ان اس اي ليكون عندهم فاست بريك. رح نرتاح نحن وياكم مشاهدينا لبريك لحوالي 10 دقائق قبل ما نرجع من جديد لمزهر لمباراه هومنتمن وان اس اي.
نرجع نحن وياكم لملعب مزهر لقاء هومنتون وفريق ان اس اي اللي قدر فريق ان اس اي ينتفض بالكوارتر الثاني، سجل 30 نقطه مقابل 17 بس لفريق هومنتون، وقلب تاخره من 4 نقط لتسع نقط مع نهايه الكوارتر الثاني او الهاف الاول. رح نشوف نحن وياكم مقارنه احصائيه بين فريقين بتفرجينا بعض الستاتس يلي فينا نحكم عليها قبل ما ننطلق بالكوارتر الثاني. بالنسبة للتسجيل من كل مسافات كثير قريبة بين الفريقين ومنا عالية، يعني حتى عند فريق ان اس اي اللي قدر يتقدم 39% مقابل 37%، 3 بوينتس اكيد فريق ان اس اي افضل، 39% مقابل 20% لفريق هومنتون. بس هون بدي اقول شغله انه فريق ان اس اي ضيع كثير بالتو بوينتس، كان عنده نسبة 40% من التو بوينتس، لو كانت نسبته افضل من نقطتين ضيعوا كثير تحت السلة كانت المباراة راحت اكثر فارق لصالح ان اس اي على الهاف تايم. الفري ثرو ان اس اي عم يكونوا افضل من فريق هومنتون، الريباوند سيطرة لصالح ان اس اي 28 مقابل 17، 7 اوفنسيف ريباوند من 28 هن طبعا لصالح فريق ان اس اي، ومن هالسبعه كالفن جودفري لحاله قدر يعمل 5 اوفنسيف ريباوند من السبعه لان اس اي. التعادل بالاسيست، تورن اوفرز هومنتون افضل، ستيلز تعادل، 2 بلوك شوتس اللي عملهم دوين جاكسون بلوك وحيد لفريق ان اس اي. حاليا رح نروح نحن وياكم للحلبه هاف كورت شوت قبل ما ننطلق بالكوارتر الثالث. الفريقين رح يرجعوا على البنش لياخذوا تعليماتهم الاخيره قبل انطلاق الكوارتر الثالث، وبعد شوي رح يبدا التصويت لتوترز اللاعب الاكثر تاثيرا بالمباراه. اكيد رح يكون في 6 لاعبين تصوتوا لهم، واحد من يلي بياخذ اعلى برسنتج يلي صوتوا صح بكون عنده فرصه طبعا يربحوا فاوتشر بتقدمها توترز بعد كل مباراه. نفس تشيبس وفارس فريق هومنتون عم ياخذ تعليماته الاخيره قبل ما ننطلق بالكوارتر الثالث بوقت. بوقت رح يكون عندنا مسابقه اذا حلبه هاف كورت شوت لنشوف اليوم اذا رح يكون عندنا فائز بملعب مزهر. 5 محاولات اكيد هون عم تشوف سيفاك ديمرجان واحد من الاتليتس المهمين بتاريخ الرياضه اللبنانيه اللي عم يكون موجود كمان ليتابع هالمباراه. اذا المحاوله الاولى ما بتنجح، نكون عندنا اذا 5 محاولات. كمان المحاوله الثانيه ما بتنجح، هلا عندنا 3 كمان لهلا ما في عندنا نجاح. اخر محاولتين كمان منا ناجحه. المحاوله الاخيره وبعدها طبعا بننطلق بالمباراه. اذا حلبي هاف كورت شوت، انا بلشنا كثير منيح، كان في عندنا فايزين دائما، صار لنا فتره ما في فائز ليربح جائزه 200 دولار كان ربحها دغري. على كل حال معنا اليوم فائز يوم الجمعه رح يكون بمباراه بطوله لبنان بين اونترانيك وفريق الماريست الشانفيل بسانتر دي ميرجامس. ما تنسوا بكره برجع بذكركم ببطوله وصل مباراه الرياضي وفريق الشرطه العراقي. جاجا براين هيلمز مثل نقطه، هو افضل سكورر وهون اكثر لاعب اخذ برسنتج، بس في تنافس، في تنافس اليوم. فتحت هلا التصويت، سكان تو فوت، صوتي جاجا، شوف لمين بدي اشوف لمين. بس ما رح خبرك لمين. ما تخبري ما تخبري. على كل حال اذا مشاهدينا فيكم تعملوا كنتوا سكانينج، تعملوا فوتينج للاعب يلي بتشوفوه هو اكثر تاثيرا، ويلي ما لحق يعمل سكانينج في يروح على ام تي في لاب سبورتس، اي بلاتفورم، فيسبوك، اكس، انستغرام، موجود اللينك وهونيك فيكم تصوتوا طبعا للاعب اللي بتشوفوه ب
بنظركم هو المؤثر بالمباراة لهلا؟ براين هيلمز عم يكون بالتصويت على توترز هو اللاعب الاكثر تاثيرا على ارض الملعب، 18 نقطه، 4 من 5 عن الارك. عم نشوفهم على كل حال بلاتفورم لكل بلاتفورم لام بي في سبورتس. انطلاقه الكوارتر الثالث، جوي هو اللي عم يدافع على جاد خليل، جيمي سالم بيستلم، جيمي لدي جي دوين بيعطي والتر هودج، والتر هودج بمرر مقطوعه، فاست بريك، هشام الحلو بيعمل كنترول، خطا لصالح الحلو، خطا لصالح هشام. رح يكون عنده 2 فري ثرو. ضيع المحاولة الأولى، 63% نسبته بهالموسم. سجل وحدة من 2 الحلو، نقطة السادسة بالجيم، طلع الفرق لـ10. جيرار، جيرار حديديا عم يلعب على كالفن جودفري، البوزيشن بتبقى لصالح فريق هومنتمن، عم يعترض المدرب جورج كوري. بالعادة عم نشوفها. والتر هودج. والتر بمر لجاد. جيرار بيختار، لا 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 لا، ايرون مان، الايرون مان كيف سجل؟ ما معقوله، الكل اعتقد رايح ليعمل لي اب. اوف اوف يا جيرار، 6 نقط للحديديا، مخيف جيرار، نزل الفرق لـ8 جيرار حديديا. جوي زلقوه، هلا مره لبراين هيلم، تمريره بتوصل لكالفن جودفري، بسجل كالفن، بسجل نقطه 9. براين هيلم هلا رح يسحب كل الديفنس لبرا معه لانه اكيد خايفين من اي تسديده بعيده، وهيدا الشيء اذا قدروا اتحركوا معه صح مثل ما تحرك هلا كالفن جودفري رح يوصل الطابه كثير بالبينت لصالح زملائه. بالاعاده عم نشوف الخطا واضح بالريبلاي لصالح جاد. رح يكون عنده 2 فري ثرو الخليل، 9 من 12 لهلا بالموسم بنسبة 75%. بضيع المحاولة الأولى جاد. بسجل الثاني للخليل، نقطة الثالثة لجاد. فارق بيرجع بينزل لـ9 نقط. عم يضغطوا من نص الملعب. ونجرب قد ما في مدرب جون جاعس بالزون بريس يلعبها من نص الملعب. هون ديريك نيوتن عم يسجل نقطه الـ11، اللي عم يجرب بده يضعف الجارد، بده يضعف براين هيلمز لحتى يقطش الطابه فوق قبل ما توصل لتحت السله. جاد خليل بيخترع، حلوه كثير هالفينش يا جاد، حلوه كثير الفينش. دوين جاكسون عم يتوجه على ارض الملعب، كل السلامه لدوين. ما بعرف شو صار هون، هلا بنرجع نشوف بالريبلاي. شوفوا هون جاد قد ايه حلو الفينش بايده الاشتعال، ضرب جاد بدوين جاكسون. اكيد هدول الاحتكاكات بصيروا، يعني لعبه كره سله لعبه منا طف كثير فيزيكال، وايام بتكون بين اللاعبين فريق الواحد. كمان زون بريس من نص الملعب عم يبلشوها. جوي بيقطع نص الملعب، ديريك محضر السكرين، يعطي كالفن جودفري، تبقى البوزيشن لصالح فريق ان اس اي. هومنتمن عم يدافعوا بطريقه اكثر اجريسيف من الشوط الاول، وهيدا الشيء رح يعملوه اكيد ليحاولوا يرجعوا للمباراه. فولتر هاج بحط الطابه بالاوت، بتبقى لصالح فريق ان اس اي. خساره وحيده بهالملعب هالموسم لهومنتمن،
كانت امام فريق بيروت. جومي زلعوم بمرر، كالفن جودفري بيستلم، كالفن بعد عنده 7 ثواني، كالفن جودفري بياخذ تسديدة صعبة بسجل كالفن جودفري. ما كان عنده اوبشنز، كان شوي ملبك بس رجع اخذ التسديدة ميد رينج وقدر سجل بوقت جيرار حديد يا عم يتعملق من الكوارتر الثالث. من لقط لجيرار حديد يا النقطة الرابعة لإله بهالكوارتر، الفارق بيرجع لتسع نقط. هشام الحلو عم يعطي كالفن، جوي زلعوم بعد عنده 5 ثواني عم يسدد من محل بعيد. لا يا زلعوم من محل بعيد عم يسدد جوي ويسجل اولى ثلاثياته بالجيم، نقطته الخامسة بالمباراة. بس بلشت تصير سلتهم صعبة لفريق ان اس اي بوقت جيرار حديديا عم يلاقي طريقه كمان بنجاح. 10 نقط لجيرار حديديا. هيدي دايماً 3 بوينتس لجوي زلعوم بهالموسم. جوي لبرا على ديريك نيوتن، الفرق 10. ديريك كمان تسديدة ثلاثية بسجل ديريك نقطة ال 14، تاني 3 بوينتس له بالجيم. 9 ثلاثية ناجحة لصالح فريق ان اس اي، وهون نقطتين بقول الحكم. جاد عم يسجل من نقطتين نقطه السابعه. 12 نقطه الليد لصالح فريق ان اس اي. اللي عم تشوفه عم يلعب ببيس بطيء جدا حاليا، تمبو عم يكون بطيء ما عم يتسرعوا بقى. براين هيلم تحت السله بسجل، براين بسجل 20 نقطه لبراين هيلم، طلع الفرق من جديد ل 13 نقطه. وولتر لجاد خليل، دوين جاكسون عم يعطي جيمي سالم بينقلها للويك سايد لجهه وولتر هوج، التسديد الثلاثية ناجحة لهوج. وولتر 13 نقطة لهوج، ثاني 3 بوينت من 4 محاولات، الفرق بيرجع 10 نقط. 4 3 بوينت لفريق هومنتن بالجيم. عم نشوف بين وولتر وبراين هيلمز. جوي جوي الفلوتر ما بسجل، جوي جيرار حديديا عمل من ديفنسيف ريباوند، فاست بريك لفريق هومنت من وولتر هوج ما بينجح بالمحاولة. الريباوند لدريك، الريباوند رقم 6 لدريك نيوتن. براين هيلم براشر براشر على براين، تورن اوفر تورن اوفر على براين هيلم، حاط براشر كبير وولتر هوج. المدرب جورج خوري عم يعترض، نرجع نشوفها بالريبلاي. ضغط مخيف عمله وولتر على براين، اربكه لبراين هيلمز. جيمي سالم بسدد على الارك بسجل جيمي، 7 نقط لجيمي سالم، اول 3 بوينت له بالجيم. الفارق نزل ل7 نقط، 7 نقط الفارق بين هومنتم وان اس اي. تايم اوت للمدرب جورج خوري. عم اكثر تاثيرا براين عم بحلق 60% لبراين هيلم، الاقرب له هو وولتر هوج 15%، وين جمهور هومنتمن؟ لنشوف اذا رح يقدر وولتر يقرب من براين هيلم.
52 59 5 دقائق و10 ثواني لنهاية الكورتر الثالث. عم يضغطوا بكل ارض الملعب لاعبي عماد بن حاليا. جوي جوي زلعوم تحت الضغط، جوي على براشر كبيرة بمر العشام الحلو، الطابة بتمره، براين هيلز بيخترق، براين بسجل، براين 22 نقطة لبراين هيلمز. ضغط وضغط عماد بن عشوي، كانوا قدروا عملوا ستيل، وهون الستيل عم ينعمل لصالح فريق ان اس اي، لكن جوي زلعوم ما بيقدر يعمل كنترول على الطابة. جيمي سالم بيسترجعها، بقال بن كونتري بيسترجع الطابة، براين هيلمز خطأ، خطأ لصالح فريق ان اس اي. ستيلز عم بيزيدوا اكثر واكثر، شوفوا هون كيف قدر يسترجعها للطابه جيمي سالم، وشوفوا كالفن جودفري كيف قطع الطابه من امامه لجيرار حديديا، وبراين هيلمز اخذ الخطا. 22 نقطه لبراين، عم يضيع الفري ثرو الاولي. بسجل للمحاولة الثانية براين. واحدة من اثنين هالمرة لهيلمز، 23 نقطة صار رصيده. تحت السلة، محاولة ما بتنجح، الريباوند لمين؟ صراع كبير على الطابة، بيحسمه براين يلي بينطلق بالطابة بشكل سريع، بسجل براين هالمرة. جيرار بلم الديفنسيف ريباوند، المباراة صارت سريعة جدا. وولتر هاتش خطأ، خطأ لصالح وولتر هاتش. 10 نقط البيت لصالح الاس اي. اثنين فري ثرو لوولتر، 13 نقطة، 3 ستيلز، 3 اسيست. مساعده لمدرب جورج كوري المدرب مروان دياب. هاتش عم يسجل فري ثرو الاولي بنجاح، نقطه ال 14. كمان بسجل وولتر، 15 نقطه لوولتر هاتش. الفرق نزل ل 8. كالفن جودفري وصل لزلعوم، براين هيلمز عم يسدد عن الارك، هالمره ما بيسجل، اوفنسيف ريباوند. الحكم بيقول في خطا من كالفن جودفري. رجع نشوفها بالإعادة، تسديدة براين. أقل من أربع دقايق، مقطوعة كمان من فريق أن اس اي، ستيل جديد. براين هو اللي عم يطلع الطابة، عم يجرب يشيل البريشر عن جوي زلعوم. براين ديريك تبقى البوتاشن لصالح أن اس اي. سايد بول هيدن، براين عم يمرر لديريك نيوتن، ديريك بيلعب على اليمين، كلوك فايوليشن، كلوك فايوليشن، ما في فاست بريك، الطابة بتوقف. دفاع ممتاز لهومنتمن. مايك حداد على أرض الملعب بدلا من الحلو. ذكر انه فريق ان اس اي بيلعب بنظام الثلاث اجانب، هومنتمن بيلعب بالتو بلس 1، والبلس 1 بعد ما وصل، يعني عم يلعبوا باجنبيين، ما قدر يلعب المدرب جون جاز بروتيشن بثلاث اجانب يبدل بيناتهم. وولتر هاج عم يعطي جيرار، حديد يلا دوين جاكسون ستيب باك، البلوك شوت عم يعملوا كالفن جودفري عن الارك على دوين جاكسون. ما
ملا بلوك شوت وملا تايمينج. رح تزيد التنشن كتير كتير بين اللاعبين، كل ما تبقى النتيجة متقاربة والوقت عم يمرق. جاد خليل بيمرق على البيس لاين، الحكم بيحتسب اوت، تورن اوفر على فريق هومنتمن. على هومنتمن، 12 على ان اس اي. جوي زلعوم بيعطي كالفن، كمان جوي عم يمرق لكالفن جودفري، الطابه بتوصل لمايك، مايك حديد بفضيلة ديريك نيوتن، في ووكينج على ديريك. 13 تورن اوفرز على ان اس اي. الاعاده واضحه جدا للووكينج من ديريك نيوتن تحت السلة، نقطتين بسجلهم دوين جاكسون، 10 نقط لدي جي، نزل الفرق لستة. وجمهور هومنتمن حاليا عم يشجع فريقه بأقصى قوة، لأنه عارف إنه عم يعملوا الكامباك، وعارف إنه الفريق بحاجة لجمهوره. جوي زلعون عم يمرق لمايك، مايك حديد بروح على السلة بسجل، مايك بسجل نقطته الخامسة، الكل ناطر تسديداته البعيدة، قدر عمل درايف على السلة وسجل مايك. فاول لصالح والتر هادج. سايد بول مع جاد. جاد خليل ياخذ تسديده ما بيسجل جاد، الريباوند دفاعي كمان للزلعوم. براير هيلم كالفن حضر البيك، بمرر لديريك نيوتن، مايك حديد بسدد عن الار، وحديد بيسجل للمرة الثانية بالجيم، عم يسجل مايك حديدي، بيرجع بيطلع الفرق لأكثر من 10. والتر هاج بتجرب يرد، ما بينجح والتر هاج بالمحاولة، مايكل صدقة على أرض الملعب، بده يريح بتصور كالفن جودفري يلي يمكن عنده ثلاثة فاولز، بده يتفادى المدرب جورج خوري خطأ رابع لكالفن جودفري قبل ما يفوت بالكوارتر الأخير. ان اس اي عم يتقدم بفرق 11. مايك حداد صار مسجل بالليك 7 3 بوينت اليوم، اثنين عنده نسبه تقريبا 40%، افضل لاعب كبرسنتج ب 3 بوينت بالبطوله هو ارتس لاعب الماريس شانفيل ب 42%، جاري 41%، وعزيز بالمركز الثالث كمان 41%. حكيم عم يظبطوا التوقيت. جوي زلعوم ذلك محضر سكرين، كمان مايكل محضر سكرين، براين بيستلم، براين هيلف بطلع الطابة لديريك نيوتن، ديريك يعطي مايك حديد، بعد عنده خمس ثواني بيخترق ما بيسجل هالمرة، الريبوند لوالتر هاتش، فاست بريك. شوف هون قرار حكم في اوفنسيف فاول، اكيد رح نرجع نشوف الخطا، رح نرجع نشوف الخطا، يعني كنا عم نركز على الطابه، بتصور اوف بول الاوفنسيف فاول كان. هون والتر طلع بالطابه،
سالم على مايك حديد. مايك تورنينج بوينت بالجيم لهلا. شفتوا قد ايه مهم اللاعب يركض بارض الملعب حتى بلا طابه. قدر اخذ قفاز الفاول لانه عم يشكل خطوره هو وراكض من دون طابه. جوي لمايكل صدقه بيطلع على ديريك نيوتن التسديده ما بترجع في بلوك شوت من دوين جاكسون. دوين ما نام عليها دوين. عمل ثالث بلوك شوت له بالجيم. شوفوا بالريبلاي طالع دقت باصابيعه الطابه. جاد خليل بحاول يمرر تبقى البوزيشن لصالح فريق هومنتمن مع 14 ثانيه. خسر فيها ثانيتين بس وقف تمريره ذكية كانت من مايك. دي جي رح يسدد عن الارك. دوين جاكسون ما بينجح الريبون دفاعي كمان لمايك حديد. اخر ثواني الكوارتر الثالث. براين هيلرز بياخذ الفاول هو اكثر لاعب بالبطوله بياخذ اخطاء بيعرف يشتري الاخطاء شرايه. معدله تخيلوا بالجيم الواحد 10.4 يعني بياخذ اكثر من 10 اخطاء بكل مباراه معدله بالجيم الواحد. شفتوا هون كيف قدر ياخذ الفاول من جاد. براين تورن اوفر على فريق ان اس اي. براين عم يعترض. اذا هون عم يطلب تشالنج المدرب جورج كوري عم يطلب تشالنج على السنتين فاصلة سبعة. عم يأكد الحكم زياد طموس على تشالنج. قال له ايه بدي تشالنج. هلا اذا ربحها بيكون على القليلة عم يخلص الكوارتر الثالث ب 11 نقطة. بس انه سنتين فاصلة سبعة فيها رزق. نسمع. عيدها بليز. تينا غير انجل. عيدها بليز. فريم باي فريم. اوكي. يرجع يطلبها من جديد الحكم. اجين رشاد بليز. كثير حساسه بصراحه يعني. اوكي ثانك يو. الهيئه رح ياخذوا قرار الحكام. اوف بتوين ما قدروا حكموها لحدا لانه بالفعل كثير حساسه دقت يعني بالاثنين. بتوين البوزيشن بتروح لصالح فريق ان اس اي بس هومنتن رح يستفيد باول بوزيشن من الكوارتر الرابع بانطلاقه الكوارتر الرابع. ديريك بسدد تحت الضغط ما بيسجل ديريك نيوتن وهون كيد مايك حديد كمان من تب. الكوارتر الثالث عم ينتهي بتقدم 11 نقطه لصالح ان اس اي على فريق هومنتمن. اخر كوارتر هل رح يقدر ان اس اي يعمل وحده من المفاجات الكبيره المدويه بستبس بطوله لبنان؟ كوارتر واحد رح يحكم. So, I'm back to 1.
بالتصويت على توترز اللاعب الاكثر تاثيرا براين هيلمز بعده بالمقدمه، بس وولتر بلش يقرب عليه 49% مقابل 34% لوولتر هودج. بنش الفريقين ما بتشيل كثير نقط وكثير قراب من بعض، 8 نقط لان اس اي 7 لفريق هومنتون. عادة فريق ان اس اي يعد من الاضعف بالبنش، 6 نقط ونص معدله بالجيم الكامل، بينما فريق هومنتون 19 نقطة فاصل 2، اليوم بنش فريقه مسجل 7 نقط. انطلاقة الكوارتر الأخير. وين جاكسون؟ جيرار وصل لوولتر هودج، خاطئ لصالح وولتر. عاد عم نشوف كيف قدر ياخذ الفاول وولتر. اثنين فري ثرو لهودج. افضل سكور لفريقه اليوم 15 نقطة 4 ريباوندز 4 اسيست. بسجل فري ثرو الأول بنجاح. مع 3 ستيلز. بيسجل الثاني كمان وولتر. يرجع بنزل الفرق لتسعة. ماي عم يعطي الزلعوم. جوي طابة بتوصل لمايك، بعد عنده 8 ثواني. مايك صدق بحط مركب سكرين. جوي حيسدد، بسدد مقطوعة بدفاع ممتاز من فريق هومنتون. جاد خليل عملها مش على التمريرة، بمرر لدوين جاكسون. دوين الطابة بتوصل لمين تحت السلة، مقطوعة من براين هيلمز يلي بروح بالفاست بريك. براين هيلمز بياخذ خطأ، خطأ تكتيكي لحتى ما يروح على السلة، وبعد أكيد منهم بالبونص. خطأ تكتيكي من جاد. عم نشوف هشام الحلو وكالفن جودفري بيرجع على ارض الملعب، بيرجع ان اس اي على ثلاث اجانب مع بعض. براين بغياب جوي، براين رح يحمل مركز صناعه الالعاب. هشام الحلو عم يخترق، بتوصل لكالفن جودفري وفي تورن اوفر. تورن اوفر على فريق ان اس اي. تكنيكال فاول على كالفن جودفري، 4 اخطاء. شو عمل كالفن؟ خاطر فيك مدربك، حطك على البنش لحتى ما ترتكب الخطا الرابع، بتروح بتاخده تكنيكال. عم نشوف هون مساعده المدرب مروان دياب عم يقول له لكالفن شو عملت؟ خلص صوفر الحكم، يعني اذا زعلت شو ما صار ما رح يتراجع الحكم بالخطا. فري ثرو ناجحه لصالح فريق هومنتون. الفارق نزل لثمانية، واربع اخطاء كالفن جودفري. هي مش النقطة المشكلة عند فريق الاس اي، هي الخطا الرابع مقطوعة. مايك حديد ما بيقدر يعمل كنترول على الطابة، بيسترجعها وولتر هودج بمرر لجيرار حديد. يا توصل لدي جي. دوين جاكسون، دوين بيطلع على جاد خليل.
والتر هاج، والتر هاج بيخترب بيسجل، مين يلي بيسجل؟ الايرون مان بتابع بنجاح 12 نقطة لجيرار، نزل الفارق لستة. مايكل صدى على مقعد التبديل، أكيد رح يريحوا لكالفن جودفري. تمريرة بتوصل لكالفن، حلوة، شو سريع كالفن جودفري كان، عم يسجل نقطة ال 13 بالجيم. جاد جاد خليل لبرا عند جيمي والتر كمان لجاد تمريرة بتوصل لمين لجيرار خاطئ لصالح جيرار خاطئ من ديريك نيوتن بالعادل الفاول يلي قدر ياخذه جيرار من ديريك ثلاث لاعبين بفريق مانتن بدبل فيجرز بالنقط جيرار واحد منهم 13 نقطة لجيرار 17 لوالتر هادج 11 لدوين جاكسون أفضل سكورر لهلا بالجيم هو براين هيلمز ب 23 جيرار واحدة من اثنين ديريك على الريباوند براين يعطي ديريك نيوتن هيلمز عم يمرر لديريك ديريك بيخترق ديريك بيوصل على السلة بيسدد ما بينجح الريباوند بيحسمه والتر هاج وبيطلع الطابة بشكل سريع التمريرة بتوصل للخليل تحت السلة جاد بمرر الطابة بتطلع لبرا ومن جديد لجيمي سالم اوبن شوت اوبن شوت لسالم بسجل نقطه العاشرة تاني ثري بوينتس لجيمي سالم بالجيم الفارق نزل لأربع نقط بين هومنتمن وان اس اي تايم اوت لمدرب ان اس اي جاكسون 11 نقطة 9 ريباوند 5 اسيست لهلا بالجيم جيمي سالم يلي قدر ساعد فريقه لينزل الفارق لاربع نقط لنشوف كيف رح تكون ردة فعل فريق ان اس اي على ارض الملعب بعد التايم اوت الزلعوم بيرجع على ارض الملعب جوي بيكسر الطابة جيمي سالم بروح على السلة بسجل جيمي بسجل وبفرجينا زنوطه 12 نقطة لجيمي ضغط كمان دفاعي وهالمرة في خطأ الغريب بفريق ان اس اي لما خسروا الطابة ما كان في حدا عم يساعده لجوي تحت وشوفوا هون سلة جيمي وردة فعله نقطتين لان اس اي بهالكوارتر قابل 11 لفريق مانفر بدقيقتين و44 ثانية 11 ران كمان الشعب حلو تحت الضغط شوفوا كيف عم يضغطوا بمرر لبراين هيلم براين هيلم بيروح على السلة خاطئ لصالح براين ثلاثة فاولز على جيمي براين بضيع الفري ثرو الأولي صار في ضغط ضغط كبير على لاعبي ان اس اي بسجل الثاني نقطه ال 24
بيرجع بيطلع الفرق لثلاثة. وولتر هارت سريع سريع عم يستعمل كل سرعته، ما بيرجع بالمحاولة. جيرار بلم الريبا، هشام الحلو بحاول يعمل ستيل خاطئ لصالح فريق عمان. نرجع نشوف الريبلاي. جيمي عم يمرر للخليل جاد. جيمي كمان عم يسدد عن الارك، هالمرة ما بيسجل. الريباوند لمين؟ لصالح فريق هوم انتمن، وبيسترجعها جيرار حديد يوم بذكاء كبير، بيضربها بالصدقة. سايد بول مع وولتر هودج. جاد خليل هودج وولتر وولتر بسجل بسجل وولتر هودج نقطة 19. الفارق نزل لنقطة، هومد من بعيد نقطة ليعيد تقدمه بالمباراة المجنونة اللي عم تصير بأرضه بمصر. خطأ لصالح براين، هيدا الخطأ الرابع على فريق هومد من بعضهم منهم بالبونص. شوفوا بالإعادة كيف سجل وولتر، مش معقول قد ايه عليها على مايكل صدقة. براين هيلمز يخترق البيس لاين، بسجل براين. 26 نقطة لبراين هيلمز، هداف الدوري اللبناني لكرة السلة، الأفضل تسجيلا بالجيم، بطلع الفارق لثلاثة. جاد خليل جاد جاد لبرا عند جيمي سالم. دوين جاكسون يخترق دوين، دوين ما بيرجع بالتسجيل. يلي عم يتابع هو الايرون مان الرجل الحديدي، عم يسجل نقطة 15 امام كل لاعبي فريق ان اس اي، بعيد الفارق لنقطة واحدة. هشام تورن اوفر، تورن اوفر على الحلو. اوفنسيف فاول على مايكل صدقة. كالفن جودفري على ارض الملعب. نرجع نشوف بالريبلاي شو صار. جاد جاد خليل يعطي شرار، بنزلوا يلا دوين تحت السلة، ما بسجل دوين. وهون حاول جيرار يلي عم يحط انرجي مخيفة بصراحة، مش معقول جيرار، مش معقول ما لفل عم يقدمه انرجي مخيفة ليجيب الاوفنسيف ريباوند، ما قدر. بس يلي عم يعملوا بالجيم وبالبطولة بهالموسم يعني عن جد رائع جدا. براين بياخذ تسديدة صعبة، ما بسجل براين، ما بسجل. خمس دقايق لنهاية المباراة. مومنتمن هل رح يقدر يتقدم بعد ما كان متأخر بفارق 11 مع نهاية الكوارتر الثالث. جيمي لدي جي دوين جاكسون عم يلعب على ديريك نيوتن، مقطوعة من جوي زلعوم. جوي بيطلع هو بالطابة، جوي زلعوم بمرر لبراين هيلمز في خطأ، وراح يكون عنده اثنين فري ثرو. راح يكون عنده اثنين فري ثرو صاروا بالبونص. بالإعادة التمريرة يعني خاطر فيها جوي بصراحة لبراين. 26 نقطة لهيلمز، بسجل الفري ثرو الأولى بنجاح، نقطة 27. مايك حديد عم يرجع على أرض الملعب، عم يتحضر ليرجع على أرض الملعب وقت براين بسجل 2-2. هلا ساي عم يتقدم بفارق ثلاثة.
تحت السلة. خطأ. خطأ على كالفن جودفري. رح نرجع نشوف الريبلاي. كالفن معصب. مايكل صدع على أرض الملعب بدلا من كالفن. شوفوا بالإعادة. تمريرة حلوة كانت. يعترض فاول اوت على كالفن جودفري. رح يكملوا باجنبيين حاليا فريق عمانتمن. جيمي بيسجل الفري ثرو الاول نقطه ال 13. جيمي سالم بضيع الثاني الريباوند لصالح براين هيلمز. 13 نقطه لجيمي. ديريك بمر لمايك اللي بيسدد على الارض. الحداد ضرب للمره الثالثه بالجيم. 3-3 بونس لمايك حداد. فريق ان اس اي بيرجع بيتقدم بفارق خمسه قبل اربع دقائق و18 ثانيه لنهايه المباراه. جوم جاز بيطلب التايم اوت. تايم اوت كثير مهم بهالوقت للفريقين. ان اس اي عم يتقدم بفارق خمسه قبل اربع دقائق و18 ثانيه لنهايه المباراه. المباراه الاولى من المرحله الاخيره ذهابا لمجنون سنبس بطولة لبنان لكرة السلة. مش معقول قرب على المسا ما بخيب الامان. القرب على المسا الأربعة المساء على ام تي في قصة قصة بكرة السلة. جاد خليل بمر لبرا عند جيمي. جيمي سالم يعطي والتر هودج. والتر بمر لدوين جاكسون. دوين تحت السلة. خطأ من مايكل صدقة لصالح دي جي. أربع أخطاء على مايكل. عنده بعد خطأ بده يلعب فيه أكيد على أرض الملعب. ما في المدرب يبدله بوقت دي جي بيسجل نقطة ال 12 من الفري ثرو الأولي. بيسجل كمان دي جي. 13 نقطة لدوين جاكسون. بيرجع بينزل الفرق لثلاث نقط. براين براين هيلم لديريك نيوتن. تسديدة ثلاثية. ما معقول ديريك نيوتن. 17 نقطة لديريك نيوتن بتمريرة حاسمة لبراين هيلمز. الفارق طلع على ستة. دي جي عم يعمل جامبلينج ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. براين بيلم الديفنسيف ريباوند. شو عم بيصير بمزهر اليوم؟ براين هيلمز. ست نقط التقدم لصالح فريق ان اس اي. براين هيلمز بمر لبرا. ديريك نيوتن بيستلم بصعوبة. يعطي جوي. جوي لمايك حداد. مايك مدري شوت بسجل الحداد. رائع جدا اليوم مايك حداد. 13 نقطة لمايك. الفيك اللي عملها عن ارك وصل على المسافة المتوسطة وأخذها بثقة عالية. طلع الفارق لثمان نقط أقل من ثلاثة دقايق لنهاية المباراة. دوين جاكسون موجود. دوين جاكسون عم يسجل نقطة ال 15 بالجيم. جوي الزلعوم لعند براين هيلمز عم يجربوا يخلقوا سبيسينج بأرض الملعب. براين عم يسدد عن الارك. الريباوند لصالح والتر هودج. التمريرة لدوين جاكسون. اي لاف ذيس جيم. جاكسون عم يستعرض
عم يسجل نقطة 17 تمريرة حاسمة لوولتر هاتش الفرق نزل لأربعة. براين هيلمز خطأ لصالح براين عم يشتغل أخطاء شوية صاروا يا 8 يا 9 أخطاء قدر ياخذهم لهلا بالمباراة. شوفوا كيف أخذ الفاول من دوين جاكسون على الفري ثرو. يسجل الأولي 29 نقطة لهيلمز. ميني اف بلس لهلا لبراين. يسجل كمان الثاني 30 نقطة لبراين هيلمز. تقدم 6 لصالح ان اس اي. دوين جاكسون عم يخترق بمرر مقطوعة من دفاع ان اس اي. وشوفوا جوي عم يكسر تمبو الجيم. رح يلعب لاخر ثانية جوي زلعوم. جوي مرر لديريك نيوتن تيرن اوفر على فريق ان اس اي. وولتر بمرر لقدام دوين جاكسون. اي لاف ذيس جيم. عم يسجل دوين. متمنى له السلامة لدوين جاكسون، إن شاء الله ما يكون عنده إصابة. 19 نقطة لدي جي. عم نشوف براين هيلمز عم يقترب ليطمن عليه. عم نشوف الجهاز الفني لفريق هومنتون كله واقف. عم نرجع نشوف بالريبلاي. نزل في محل يعني براين وقف في محل صعب. نزل هونيك دوين جاكسون وفقد الكنترول على جسمه. ٨٤-٨٠ سلامتك يا دي جي. 19 نقطة لدوين جاكسون بهالجيم. ضغط دفاعي على فريق ان اس اي. ديريك نيوتن اول عم يطلع بالطابق بيعطي جوي. جوي بيقطع نص الملعب. اذا سجلوا هون ان اس اي رح يحطوا ضغط كبير على فريق هومنتون. جوي ميد رينج شوت ما بيسجل الريباوند. خطا من مايكل صدقه. خمس اخطاء على الصدقة. تاني لاعب بفاول اوت بفريق ان اس اي بعد جودفري الصدقة. ريباوند كان حاسم لجيرار حديديا. اثنين فري ثرو لجيرار. بضيع الحديديا المحاولة الأولى. 15 نقطة لجيرار مع 10 ريباوند. عم يعمل دبل دبل جديدة لإله بهالموسم. بسجل المحاولة الثانية وحدة من اثنين. الفارق نزل لثلاثة. دقيقة ونص لنهاية المباراة. ديريك نيوتن. ديريك بيعطي برا براين. جورج سعيد على أرض الملعب. براين من محل بعيد ما بينجح بالمحاولة. وولتر بمرر لقدام. جاد خليل بوصلها لوولتر هادج. وولتر هاتش بدوره بيخترق والبوزيشن بتروح لصالح فريق ان اس اي قبل دقيقه وثلاث ثواني من نهايه الجيم. مباراة عم تنلعب على تفصيل واحد. دوين جاكسون الظهر تعرض لإصابة. معالج الفريق
عم بيعالجوا عم يسحبوا المدرب جون جاس باخر دقيقه بالجيم. جوي مايك حداني بيستلم جوي جوي عم يكسر الطابه والتر هوتش بتوصل لمين لجاري جاري ما بيرجع الريباوند لمين مش معقول يلي عم يصير كمان والتر هوتش عنده فرصة يعدل الأرقام بياخد تسديدة ما بتنجح من والتر هوتش تيم ديفنسيف ريباوند لفريق ان اس اي ما معقولة مرتين كان عنده فرصة يعدل الأرقام فريق هومنتمن قديه عم يضغطوا قديه عم يضغطوا ماي يعطي جوي براشر من جاري على جوي جوي بيقطع نص الملعب زلعوه جوي عم يجرب يعمل كنترول قد ما في على الجيم مايك حتين مايك لبراين هيلمز بيكسر الطابة جيرار حديد عم بيعمل ستيل الطابة لمين بتوصل لجيرار والتر هاتش عم ينفسه على التسديد الثلاثية تيرن اوفر تيرن اوفر من والتر هاتش ما معقولة والتر غلط بالوقت الحساس اللاعب الخبرة اللاعب الكبير سقط بفخ التيرن اوفر بوقت حساس جدا شوفوا ملا تمريرة صعبة ما قدر استفاد منها العيه كمان براشر كمان براشر براين عم يستلم خاطئ لصالح براين هيلمز تسع اخطاء عم ياخذ لحاله براين هيلمز هلا بالجيم رح يكون عنده اثنين فري ثرو هلا اكثر فريق مستفيد اذا هومنتمن خسر اليوم هو فريق الماريست الشامبيل اول شيء هن متعادلين بس الادفانتج للماريست لانه ربحوهم لهومنتمن ذهابا بيبتعدوا عليهم بمباراه اذا قدروا ان اس اي يفوزوا لهلا ان اس اي عم يضيعوا رميه حره اولى من براين هيلمز 30 نقطه لبراين بيسجل الثاني براين هيلمز نقطه 31 تايم اوت واو ملا جيم كل السلامة لدوين جاكسون ظهر تعرض لإصابة بإيده أكيد فريق هومنتمن بغياب اليوم لاعب ارتكاز 2 بلس 1 أثروا كثير كثير التصويت براين هيلمز 49% حصة تصويته اليوم لتوترز اللاعب الأكثر تأثيرا بالجيم أقرب واحد لإله والتر هاج 35% اخر 14 ثانية و17 فريق هومنتمن بده يجربوا يسجلوا بطريقة سريعة وبده يعملوا فاول من بعدها لنشوف اذا رح مين رح ياخذ التسديد الاسرع حاليا بفريق هومنتمن والتر عم يستلم بوجه في ديريك نيوتن يعمل فيك اثنين بسدد عن الارك ما بينجح بالمحاولة الثلاثية الريباوند لمين الريباوند لديريك نيوتن ديريك في خاطئ لصالح ديريك نيوتن قبل 4 ثواني ونص من نهاية المباراة المجنونة أنت البطولة كلك مجنونة هومنتمن ممكن يتعرض لتاني خسارة بملعبه بمزهر بعد مباراة صعبة خسرها أمام بيروت بيروت بطل العرب يلي بيملك أفضل نجوم بكرة السلة اللبنانية يعني راحت لأوفر تايم أن أس أي يلي عنده فوز وحيد ممكن يحقق فوز وصار قريب جدا على فريق هومنتمن ديريك بسجل الاولى بسجل الثانيه 19 نقطه لديريك نيوتن المباراه
هون بنشوف تسديدة لجاري بسجل جاري مع نهاية الجيم. أنا سعيد بحق الثاني فوز له بسلف بطولة لبنان لكرة السلة على حساب هومنتن بفارق 4 نقط، النتيجة 87-83. إذا بسرعة رح نكون بمقابلات، رح نبلش أنا وزميلتي جاجا، بركي باخذ الجوي والمدرب. إذا جوي زلعوم، جوي مبروك أول شيء. بدها مبروك صراحة، صراحة بدها مبروك. يعني كنتوا في محلات عم تلعبوا كثير منيح بالليج بس ما عم تقدروا تخلصوا. مزبوط. يوم خلصتوا المباراة الأصعب لإلكم خارج أرضكم بأصعب ملعب هو ملعب مزهر، شو عملتوا اليوم؟ صراحة أول شيء بعتقد فاجأنا الكل ورجعنا شقلبنا الأوراق مثل ما بيقولوا مثل ما أنت بتقول. صراحة كنا عايزينها كثير، نحن أول شيء كلاعيبة منتلي، الفريق كمان كان اس اي ما كنا عم نفرجي المستوى اللازم، بعرف صار في كثير أشياء معنا بس ها مش حجة. كنا عارفين انه هلا عندنا فرصه طويله في كريسمس بقى بدنا نعيد مع عيالنا باحلى طريقه هلا انتم. مزبوط مزبوط. كيف بتشوف هلا انا سايبت بمرحله الاياب؟ بصراحه نحن بعدنا يعني ما بدنا نبص كثير، بعدنا نحن بعتقد صرنا تاسع يمكن بهيدا الفوز. هلا انتم عندكم ثاني وين، بدك تشوف كيف بتخلص يعني. هلا عملتوا ثاني وين، بعدتوا عن ميروبا. مزبوط. بمباراه صرتوا انتم هوبس 100%. هلا نحن صراحة ما نطلع للفاينل 8، ما ناخذها جيم باي جيم، عندنا كثير هلا هوم جيمز نحن بنلعبهم مع الفرق اللي بدنا، إذا بدك نحن وياهم لازم عم نتنافس، بقى بدنا نركز على الهوم كورت ادفانتج وجيم باي جيم لازم إن شاء الله نتحسن. مبروك جوي، رح آخذ المدرب بس جاجا إذا جاهز بروح لجاجا. غياز معي مايك حدادي، لقدم مباراة كثير كبيرة، مبروك. أول ميرسي. يعني قد ايه هيدا الفوز بيعطيكم بوست معنوي وايجابي؟ يعني هيدا اول فوز يمكن له طعم بالنسبه لكم ماي. 100% صراحه عم نحضر كثير، يعني لكل جيم عم نحضر ذات شيء بس ما عم نتوفق، وكان الاول الكوتش يعني ما بتحس ما في روتيشن بقلب الفريق لانه كمان انا بعدني كنت راجع من اصابه وبفهم انه ما كان في تراست، بس هلا انه الحمد لله فرجينا انه فريق عن جد نقدر يعني حتى لو ما خسرنا هوليك الجيمات كنا بنقدر نعمل 50 بسهوله. مايك يعني تحسنتوا على جميع الاصعده بس ما فينا ننكر انا برايي اليوم اداء اللاعبين اللبنانيين، يعني مسجلين اكثر من 20 نقطه بحدود ال 24 نقطه، هيدا الشيء اللي ساعدكم بالفوز. صراحه اللبناني اللي بيعمل فرق مش الاجنبي، يعني المظبوط الاجنبي هن ثلاثه على الملعب بس هو اللبناني اللي بيعمل فرق، يعني ان شاء الله بدك تجيب 4 اجانب على طول لبناني لازم يعمل امباكت بقلب الجيم كرمال تربح. ضلك عم تعمل اكيد ان شاء الله. مبروك مايك، يعني مبروك لفريق ان اس اي وهارد لك مره جديده لفريق هومنتمن غياس. ومعي اكيد نديم السعيد والمدرب جورج خوري، رح بلش مع نديم، شايفك محمس ومبسوط كثير. انا بدي اقول لك شغله، فريق بلش داون كثير اول سنه، فتنا كثير مشاكل، لقينا حالنا خلص عم نضرب الارض، كل شيء قلب ضدنا، هيدا فوز يعني عم صلي فوز معنوي، بدي اقدم هالفوز للرئيس ابو سركيس من كل قلبي، بيستاهل شخص وثق بهالمؤسسه بهالنادي، انا اشتقت له بهالاكاديمي، لا يعني لنا طائفي ولا سياسي ولا شيء، هيدا الشيء وثق فينا وبدي بيض له وجهه، قطعنا بظروف كثير صعبه. هلا مبسوط هلا افو حكيته شيء بعد هلا بدي احكي فيه اخذ تليفوني بس حبيت اقدم الجيم. ميرسي كثير، سلم لك كثير على افو وعيده كمان نديم، وان شاء الله تكون بادره خير هيدا الفوز تحت يفتح بوجنا، لانه الفريق كوت جورج شابو ما بدي اقول لك ولا. يلا رح ناخذ كوت جورج لناخذ رايه. كوتش اول شيء مبروك. ثانك يو. يعني الفريق اليوم ظهر بصوره كليا مختلفه، عنده ثقه صحيح. براين هيلز عمل شغل بس كمان ال 1 3 1 اللي لعبتها بتصور كانت تورنينج بوينت اليوم بالمباراه. غياس نحن بنحضر والفريق عمره مع بعضه شهر وشوي، دائما بقول لك ناطرين هالسبارك، ناطرين عم نلعب منيح، يعني بمحلات عم تفلت منا، اليوم ركزنا بنلعب 40 دقيقه، ما فينا نلعب 20 دقيقة منيح وما فينا نربح ببراين لحاله. وي هاف تو اللبنانيين نيد تو ستيب اب شابوبا ديفنسيفلي اوفنسيفلي. مايك اخذ ثقة، هشام ديد جريت جوب ديفنسيفلي على وولتر، ما بدي اسمي لما انسى حدا، مايكل يعني مايكل ايفري ون، حتى جورج هيدا الريباوند حقه مصاري، هيدا الريباوند بالاخر تب خلصت لنا الجيم. انا بقول لك شغلة وحدة، ان شاء الله تكون تحط فينا هيدا، طلعنا من هالدارك تانل يلي كان فيها الفريق، فريق منيح فيه كثير بوتنشل بس بده يلقط، ان شاء الله يكون هلا ما تكون جاست ايوين ونرجع. ال 1 3 1 محضرين له وعرفانين هاو تو ماتش اب معه، وبذات الوقت كنا ناطرين انه شوي هن يتسرعوا، بعتقد خدمونا بمطرح تسرعوا شوي هن، وي جات ذا ادفانتج. مبروك كوتش، مبروك لفوزكم اليوم بالجيم، اذا
مفاجأة كبيرة بسبب بطولة لبنان لكرة السلة اليوم صارت بملعب مزهر بين هومنتون وفريق أنا أسي اللي عم يحقق ثاني فوز له بهالموسم. نحن يعني عندنا كثير موعد نحن وياكم على شاشة ام تي في بكرة على الساعة 6 إلى ربع ببطولة وصل الرياضي بحل ضيف بمدينة بغداد العراقية أمام الشرطة العراقية اللي بقوده المدرب غسان سركيس. يوم الجمعة عندنا كمان مباراة بين فريقي أنترانيك والشانفيل، السبت كمان بين فريقي هوبس والأنطونية إذا ماني غلطان، ضغط قد ما عندنا مباريات. وما تنسوا الأربعاء المقبل أم المعارك الدوربي يلي عم يوصل للمباراة رقم 135 بين الحكمة وفريق الرياضي بملعب غزير. تابعوا شاشة ام تي في، حماس واكشن. بدي اشكر حسن المتابعة، بلتقنا وياكم.